لحظة تكريم أحد أهرام الفن بالمغرب، الأمر يتعلق بعميد مجموعة ناس الغيوان عمر السيد، تكريم حضره مجموعة من الوجوه الفنية والثقافية اعترافا بقيمة هذا الفنان. وفي الحق أنا تفاجأت بالوجوه اللي كاينين، وجوه مثقفين، شعراء، ممثلين، موسيقيين، حقا عظيم عظيم. أنا فرحان بزاف لهذا التكريم هذا بهذا الشكل هذا. هي مرآة تعكس قيمة الرجل في الوسط الفني داخل المغرب وخارجه، كيف لا وهو من مؤسسي مجموعة ذائعة الصيت اسمها ناس الغيوان. اليوم كنتوجوا هذا الهرم اللي كيبان لينا حنا كمستشارين بالاتفاق ديالنا جميعا على انه يستحق هذا التكريم اللي كنتمناوه يكون في المستوى المطلوب. وقت وانا كنعرفوا هو لولاه لما استمرت هذيك ناس الغيوان، يعني كان هو اللي كيصبر كل شيء. ليالي رمضان المقابة بالدار البيضاء شكلت لحظة اعتراف بعطاء الفنان ضمن مجموعة اسمها ناس الغيوان، والتي طبعت مرحلة من مراحل المغرب ولا زالت مستمرة.